مثل وحكاية ومثلنا النهاردة اللي على راسه بطحة بيحسس عليها، أو اللي على راسه ريشة بيحسس عليها، وهو المثل الصح على راسه ريشة بيحسس عليها. بعد شوية اتطور الموضوع وبقت اللي على راسه بطحة بيحسس عليها. تعالوا نسمع قصة المثل ونعرف أصله إيه. المثل بيرجع لقرية قديمة زمان، كان عدد أهل القرية كبير شوية، وكان فيها تاجر دواجن بيربي الدواجن في المزرعة. وكان جه في مرة تفاجئ إن هو الدواجن عددها بيقل يوم على يوم، كل يوم يلاقي الدواجن عددها أو الفراخ عددها قل أكتر، فاستغرب مين اللي بيسرق الفراخ بتاعته، فراح يشتكي للشيخ بتاع القرية. فالشيخ قال له خلاص ما تقلقش أنا هتصرف. الشيخ قعد بعد يفكر وحيل وبتاع. المهم جه في صلاة الجمعة، في خطبة الجمعة اللي هي كل القرية بتتجمع فيها، وقعد قال خطبة الجمعة وقال يعني انتوا يرضيكم اللي بيحصل ده؟ يرضيكم ان اخوكم فلان الفراخ بتاعته بتتسرق كل يوم؟ انتوا يرضيكم الحال اللي احنا وصلنا له؟ وفضل بقى يدي كلام كتير، احنا وصلنا لحال سيء جدا ان اخونا فراخه تتسرق، وحتى السارق جاي يصلي معانا في الجامع وعلى راسه ريشة فرخة. فطبعا السارق حط ايده على راسه في ساعتها وحس بالريشة، فعرفوا ان هو ده اللي سرق. قصة جميلة جدا، انا عجبتني جدا ودمها خفيف وتفيد جدا، وفعلا هي اتطورت بعد كده بقى وبقت اللي على راسه بطحة بيحسس عليها. ودي طبعا لما انت تقول اي كلام وحد عامل عاملة او حد واخد حاجة فيقوم واخد الكلام على نفسه ويقول لك انت تقصدني وانت بتتكلم عليا وانت بتقول عليا، طب ما انت على راسك بطحة اكيد بتحسس على انت عامل عاملة، فانت حاسس بكده. هو المثل ده اللي على راسه ريشة بيحسس عليها، أو اللي على راسه بطحة بيحسس عليها.